باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في الحلقة دي بنحكي على ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، وبندي عنوان للحلقة باسم ملك المجد، لأن المسيح كان ممجد في ميلاده وفي المعمودية، يوحنا المعمدة لما عمده ساعة المعمودية، وفي خدمته وفي صلبه وفي كل حياته المسيح كان ممجدا، إلى أن في صعوده أيضا ممجد. فهنا نلاقي مثلا في ميلاد المسيح نلاقي يقول كده: الملاك للعذراء الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فإذا الملاك هنا بيلقبه القدوس، بيمجده، بيديله كرامته. أيضا زكريا أبو يوحنا المعمدان قال كده عن ابنه، قال: أنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه. أيضا نلاقي أن لما الملاك ظهر للرعاة، ظهر معه جند من الجمهور، من الجند السماوي، يسبحوا ربنا وقالوا التسبيحة المشهورة الجميلة: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبين الناس المسر. والمجوس برضو جم يسجدوا للمسيح ويدوا له المجد، وقالوا: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق. المسيح له المجد في معموديته على نهر الأردن. احنا عارفين ان يوحنا المعمدان كان رافض انه يعمده، لانه انا غير مستحق، وانا انت اللي له الكرامة المسيح طبعا، وهو يتمنى ان المسيح اللي يعمده، لكن قال له: اسمح الان لانه يليق بنا ان نكمل كل بر. يبقى المسيح اكمل الناموس كله. والسماء شهدت له في اليوم ده، وسمع صوت من السماء وحمامة نازلة على المسيح بتقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سرت. يبقى السماء شهدت انه هو سرت به، اي انه فعل كل بر وانه يستحق هذا السرور من قبل الله الآب. ايضا في كراسته وخدمته يقول كده: لما جاء الوطن وكان يعلمه في مجمعهم، حتى بهتوا وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة؟ وأيضا يقول كده إنه كان الجميع بيمجده، كان ممجدا من الجميع. على جبل طابور ساعة التجلي ظهر معاه موسى وإيليا، وتكلموا عن خروجه اللي كان عتيد يكمله في أورشليم، يعني صلبه. وصار صوت أيضا من السحابة اللي ضللتهم، سحابة نيرة، الصوت ده بيقول: هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. طبعا ده صوت الآب. فإذا المجد خد مجد من أبوه السماوي لما قال: هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. سلطان المسيح ومجد ملكه كملك، ده شفناه في سفر دانيال، دانيال 7 آية 13-14، لما قال كده في السفر: كنت أرى في رؤى الليل وإذ مع سحب السحاب مثل ابن إنسان، ده المسيح له المجد، أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوا قدامه. وبعدين بقى نشوف بقى المجد بقى: أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطان سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. بقى ده مجد في هذا السفر اللي بيحكي عن المسيح المجد، ازاي هيبقى له سلطان ويبقى له مجد عظيم. في صليبه ايضا ممجد، لقى المسيح يقول كده: الان نفسي قد اضطربت، وماذا اقول ايها الاب؟ ناجين من هذه الساعه، ولكن لاجل هذا اتيت الى هذه الساعه. ايها الاب مجد اسمك. فيقول كده، يكمل يقول: فجاء صوت من السماء: مجدت وامجد ايضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال: قد حدث رعد، وآخرون قالوا: قد كلمه ملاك. ده الكلام ده كله جه فين؟ جه في إنجيل يوحنا أصحاح 12. المسيح بيقول كده فيها: أنا إن ارتفعت على الأرض أجذب إلي الجميع. والقديس يوحنا يقول: قال هذا مشيرا إلى أية ميتة، يعني على الصليب بتاعه،
أي ميت كان مزمعا أن يموت. يبقى الصليب بتاع المسيح هو ارتفاع، وهيجذب الجميع له لما ارتفع الصليب، لأن مجده هيبان على الصليب. ويكمل في آية 38 يقول: ليتم قول أشعياء النبي الذي قالوا: يا رب من صدق خبرنا، ولمن استعلنت ذراع الرب. يعني هنا ذراع الرب استعلنت بإيه؟ لما المسيح له المجد صلب على الصليب. قال أشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم إيه عنه. أيضا في مجد في موته، فنلاقي مثلا حجاب الهيكل: إذ حجاب الهيكل قد انشق لسنين من فوق إلى أسفل، الأرض تزلزلت، الصخور تشققت، القبور تفتحت، قام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا الكثيرين. قائد الماء نفسه يقول كده: أما قائد الماء والذين معه يحرسون يسوع، فلما رأوا الزلزال وما كان خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. في القيامة مجد أيضا، فنلاقي إن إنجيل متى 28 من آية 1 ل 4 بيقول: بعد السبت عند فجر أول أسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذ زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالسلك، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا أمواج. يبقى ده مجد القيامة العظيم. أيضا نلاقي إن في مجد في صعوده وجلوسه عن يمين الآب، زي ما يقول كده في إنجيل مرقس: ثم أن الرب بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. وأيضا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس الأولى أصحاح 3 آية 16 يقول: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى الملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. رفع، يبقى هنا إيه؟ الصعود كان مجد. فإذا المسيح لو المجد هو الممجد وفي كل حياته، عشان كده لما نقول ملك المجد ونسبح ونقول في الألحان بتاعتنا يسوع المسيح ملك المجد، فهو ملك فعلا وملك المجد، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.